سلام البنات، جيت اليوم باش نهضر لكم على واحد الكينه زوينه بزاف. بعدا قبل ما نبدا الفيديو كي دايرين لاباس تعاودوا كلشي مزيان. جيت اليوم نهضر لكم على البيرياكتين. ماشي غنهضر لكم غير عليها، نهضر عليها حتى تجربتي الشخصيه معاه. بيرياكتين هي كينه كتكون من 30 قرص، 30 حبه، زوينه بزاف. هاد بيرياكتين حنا باش ما نكونش بيناتنا الكذوب وهذا، نقول لكم انا هي اصلا ديالها، هي ديال الحساسيه ماشي ديال زياده الوزن. ولكن شنو اللي خلى هاد الناس يولي عليها اقبال بزاف ويولي عليها فورماسيان طلب بزاف؟ حيت هي كتزيد في الوزن بواحد الطريقه خياليه وما عندهاش ضرر. انا الطريقه اللي غنعطيكم مستحيل تضركم ومستحيل تجربوها كما نقولها وما تزيد لكمش في الوزن. ها هي بعدا السميه ديالها، بيرياكتين، كدير شي 18 درهم. ها هي 30 قرص. نهضروا بعدا على شحال من واحد دار عليها فيديو، شنو تيقولوا عليها. كاين اللي كيقول لك كتدير الحبوب في الوجه، كاين اللي كيقول لك كدير الخطوط الحمراء في الجسم. هاد الهضره ما منهاش، جربتها انا، جربوها البنات من عائلتي، ما كاين لا خطوط في الجسم لا حتى شي حاجه. انا حاليا كنشربها. هاد بيرياكتين كتكون من 30 قرص، انا غادي نوريها لكم. ها هي كل باكيه فيها 10. الطريقه ديال الاستعمال ديالها عادي، ما غتشربوهاش في الصباح، ما غتشربوهاش في وقت الغداء، ما غتشربوهاش، مهم في الصباح ما تشربوهاش كاع. في الصباح غادي تفطروا مزيان، تغداو مزيان، تعشاو مزيان. من تبغيو تعشاو تعشاو تبغيو تنعسو غتشربوا حبه حبه في النهار، يعني حبه في النهار. نكمل الطريقه ديال الاستعمال ديالها. حبه في النهار وغادي مني تاكلوها صافي الغدلين هكاك. غتقولوا المده باش كيبان زيادة الوزن، المدة 15 يوم غيبدا يتبان لكم النتيجة. أنا شخصيا كانت فيا غير 54 كيلو، تزاديت 3 كيلو في مدة شهر، قسما بالله ما كنكذب عليكم. المهم غادي تشربوا حبة في النهار فغيبدا يبان لكم في مدة 15 يوم. شحال من باكية خصكم تشربوا؟ جوج، ما تزيدوش جوج من هادو، وحدة هادي وحدة أخرى. ومني تحيدوها راه ماشي غتقطعوها مره، ملي غتقطعوها غادي تبقاو تشدوا الحلبه تفزقوها في الماء وتشربوها، وتعاونوا بجنجله اللي هو السمسم، تشدوه تحمروه وتطحنوه وديروه مع دانون تاكلوه. باش ماشي حتى هي اللي جيتي وقطعتيها بلا ما تعاوني راه غادي ترجعي في الوزن في البلاصه. وما نكذبش عليكم كتبرز المناطق الانثويه وكتبيض الوجه بزاف وحط درجه خياليه. انا حاليا كنت كنبين وجهي وهذا كوريتكم، ولكن انا ما كنبانش. المهم شحال من واحد قلت لكم تيقول راه تدير خطوط حمراء، تدير تدير، قسما بالله ما دارت لي شي حاجه. وليت كناكل بواحد الطريقه خياليه، وانا هذه هي البكيه الثانيه. من غنحبسها غنبدا نشرب الحلبه وندير الجنجلان باش ما نرجعش تمتم. وطريقه زوينه هذه وما غتضركمش. ولا كان شي سؤال، كان شي حاجه صيفطوا لي في الكومونتير غادي نجاوبكم. شكرا بزاف، كنتمنى تجربوها. انا كنقلتها بحال هكا البنات اللي مثلا تيكون قريب عندها العرس وبغات تغلط بسرعه، كنصحها بهذه.